القروض متناهيه الصغر، كتير مننا بيسال بعد قرار البنك المركزي بتاجيل اقساط القروض لمده 6 شهور عن وضع القروض متناهيه الصغر. عدد محدود من البنوك اللي بيشتغل في القروض متناهيه الصغر، على راس البنوك اللي شغال واللي بيستحوذ على حصه كبيره في السوق هو بنك القاهره. البعض من حضراتكم راح البنوك وقالوا له لا مفيش تاجيل للمتناهي الصغر، كلام كتير حوالين القروض متناهيه الصغر بعد قرار البنك المركزي المصري. هنتكلم في الحلقه دي على القروض متناهيه الصغر وازاي حضرتك تقدر تاجل القرض بتاعك، وليه خلوا تاجيل القروض متناهيه الصغر قرار اختياري حضرتك اللي بتروح البنك وتطلب تاجيل القرض. ملخص حوار الحلقه ده لاصحاب القروض الصغيره اللي عنده القدره ان هو يستمر في السداد، فمن الافضل ان هو يستمر في السداد وما يطلبش من البنك ان هو ياجل القرض، لان في تكلفه هتدفع خلال فترة التأجيل، التكلفة دي هيتم إضافتها على ما تبقى من القرض، لذلك من الأفضل إنك أنت تستمر في القرض. طيب لو الظروف ما سمحتش يبقى ادرس بالظبط إنك أنت تأجل شهر أو شهرين، أفضل من إنك أنت تأجل فترة طويلة وبالتالي ما تتراكمش عليك الديون وتقدر تسدد. ده كده ملخص الحلقة. اللي عايز يتابع معانا باقي الحلقة يجي معانا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور محمد العجم ودي قناة صباح البنوك. احنا عملنا حلقة كاملة عن قرار تأجيل أقساط القروض موجودة في القناة، تقدر حضراتكم تشوفوها. البنوك المركزية في أي دولة هدفها الأساسي هو رسم السياسة النقدية ومحاربة التضخم والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي. البنك المركزي المصري منذ انتشار وباء فيروس كورونا على مستوى العالم وهو بيراقب الأحداث العالمية، ولما بدأ الفيروس يخش داخل مصر في شهر فبراير انعقد، وأنا بسميه دايما مجلس حرب، لمواجهة خطر كورونا سواء على العملاء أو على العاملين داخل القطاع المصرفي أو على مستوى الاقتصاد بشكل عام. بدأت قرارات البنك المركزي في الأسبوع الثاني من شهر مارس بخطة طوارئ داخل البنوك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لتعقيم الفلوس وتعقيم الفروع، لتشجيع البنوك على استخدام الوسائل الإلكترونية في خدمة العملاء، لقرارات تخص السياحة، تخص الصناعة، تخص العملاء غير المنتظمين، وقرار تأجيل أقساط القروض وغيره من القرارات. الهدف الأساسي منها هو دعم المتعاملين مع القطاع المصرفي خلال الفترة الصعبة اللي احنا بنمر بيها. الفترة اللي احنا بنعدي فيها دي فترة صعبة جدا. أتمنى من حضراتكم ما نسمحش للشائعات، نستسقي المعلومات من مصادرها الأساسية، ونحاول نفهم كل قرار والمغزى منه. وفي النهاية أنت سيد قرارك، يعني أي قرار بيصدره البنك المركزي مش إلزامي على العملاء، هو إلزامي على البنوك إن هو ينفذ، لكن العميل له مطلق الحرية إن هو يختار يأجل 6 شهور أو إن هو يظل كما هو. قرار تأجيل أقساط القروض والفوائد والعوائد لمدة 6 شهور ده قرار تلقائي، لأن الغالبية العظمى من عملاء القروض بيبقى عايزين يأجلوا أقساط القروض. وخلى أيضا اللي مش عاوز يأجل الأقساط لمدة 6 شهور ممكن يتواصل مع البنك بأي وسيلة ويطلب عدم تأجيل أقساط القروض ويستمر كما هو من غير تأجيل الأقساط. نيجي للقروض متناهية الصغر. البنك المركزي مع البنوك العاملة في موضوع القروض متناهية الصغر اجتمعت أكتر من مرة لبحث موضوع تأجيل الأقساط على متناهي الصغر، وليه؟ إن موضوع تأجيل الأقساط على متناهي الصغر هيحملهم هم تكلفة أعلى خلال 6 شهور تأجيل، لأن المشروعات متناهية الصغر دي بتبقى مبالغ صغيرة وفترات صغيرة، وبالتالي كان الحل هو ترك الموضوع اختياري لعملاء متناهي الصغر. يعني العميل اللي واخد قرض متناهي الصغر زي قرض محل أو غيره هو اللي بيتواصل مع البنك ويقول لهم أنا عايز أأجل القسط بتاعي لمدة 6 شهور. لكن في ميزة كويسة البنوك وضعتها وعلى رأسها بنك القاهرة، خلوا موضوع متناهي الصغر اختياري. بمعنى إيه؟ يعني حضرتك اللي بتتواصل مع البنك وتقول لهم أنا عايز أأجل القسط بتاعي لمدة 6 شهور، طب ما ده الكلام اللي قلناه قبل كده. لكن الميزة في الموضوع إن ممكن حضرتك تأجل شهر أو شهرين أو 3 على حسب ما انت تقدر تقيس الموضوع ماشي ازاي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك الاول خد فترة تفكير، فكر كويس انت عايز تأجل ليه، ده رقم 1.
وعايز أأجل كام شهر، ده رقم اتنين، وهل أنا هقدر أتحمل تكلفة التأجيل شهر أو شهرين أو 6 شهور ولا لأ؟ فأنت تسأل البنك، لو أنا عايز أأجل القسط بتاعي لمدة 6 شهور، خلال ال6 شهور دول هتحمل كام؟ أنت مش هتدفعهم خلال ال6 شهور، اللي هتتحمله خلال ال6 شهور هيتم إضافته على الفترة المتبقية من القرض بتاعك. عشان خاطر كده لازم نقعد مع نفسنا شوية ونشوف أنا أهجل شهر ولا شهرين. الأفضل ليك أنت تبص عليه، لأنك الأفضل أنت اللي بتقرره مش البنك أو أي حد تاني أو أنا اللي بكلمك. أنا بقعد مع نفسي، هل هقدر استحمل شهر؟ هل أنا الشهر ده الدنيا مقفولة معايا خالص ومش هقدر أسدد؟ ولا هتبقى الدنيا مقفولة معايا لمدة شهرين؟ ولا هتبقى معايا الدنيا مقفولة لمدة 3 شهور؟ أنت اللي بتحدد الكلام ده. طبعا إحنا في قلب الوباء وقلب الأحداث، ويمكن الواحد يقول صعب إن أتوقع إن الدنيا رايحة فين كمان شهرين أو 3 أو 4. لازم حضرتك تحط لنفسك توقع عشان ما تتحملش تكلفة كبيرة لو أنت أجلت ال6 شهور. فأنت ممكن تبدأ بالتأجيل لمدة شهر أو شهرين بدل ما تأجل 6 شهور دفعة واحدة. المهم حضرتك ما تتحملش تكلفة كبيرة على القرض بتاعك اللي هو في الأصل قرض صغير، عشان خاطر كده سموه قروض متناهية الصغر. فأنت ممكن تحمل نفسك أعباء كبيرة جدا بدون داعي. لازم ادرس حالتك كويس وبعدين ابدأ تواصل مع البنك وقرر انك انت تأجل او ما تأجلش. وعايزين نأكد ان قرارات البنك المركزي الهدف منها هو دعم العملاء ودعم استمرارية نشاطهم والحد من آثار الأزمة الاقتصادية اللي بتواجه كل دول العالم مش بس مصر، وأنه يضمن أيضا سلامة الجهاز المصرفي واستمراره في أداء الخدمات لكل العملاء في السوق المصري. ففي كل الأحوال القرار بإيدك، سواء كنت من عملة القروض التانية اللي احنا شرحناها ومش عايز تأجل الأقساط بتاعتك لمدة 6 شهور لأنك مش عايز تتحمل تكلفة ال6 شهور، تواصل مع البنك بأي طريقة واطلب عدم تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور. لو انت من عملاء القروض متناهية الصغر وعايز تأجل، بتروح البنك وتقول له أجل لي على حسب الفترة اللي انت عايزها علشان ما نتحملش تكلفة كبيرة وما نقدرش نسدد بعد كده. وإذا ما قدرناش نسدد بعد كده مش هنقدر نتعاون تاني مع البنوك، لأن احنا هنخش في مشاكل تأخير وغرامات، ده بعد ال6 شهور اللي احنا بنتكلم عنهم. وفي النهاية ممكن نخش في حاجة اسمها الاي سكور وما نقدرش ناخد قروض تاني ونتعامل مع البنوك. فانت لازم تدرس موقفك صح بحيث ما تخشش في أزمة بعد مرور ال6 شهور وتبقاش قادر تسدد لا الباقي من القرض بتاعك ولا التكلفة الزيادة اللي هي اتحملت على القرض نتيجة لأنك انت طلبت تأجل القروض لمدة 6 شهور. ملخص الحلقة، أنا كعميل متناهي الصغر أفكر إزاي؟ رقم 1، أدي نفسي فرصة في التفكير مرة واثنين وثلاثة. رقم 2، أحدد نفسي هل أنا هقدر أدفع خلال الشهور اللي جاية ولا لا؟ طيب أنا مش هقدر أدفع كام شهر؟ رقم 3، أنا حددت كام شهر مش هقدر أدفعه، أروح للبنك وأقول له يا بنك أنا مش قادر أدفع شهر أو شهرين أو 3. رقم 4، أبقى عارف التكلفة التأجيل قد إيه، يعني بسأل أنا دلوقتي هأجل القسط بتاعي لمدة شهر، هيبقى مثلا عليا 200 جنيه عليا 300 جنيه هيتضافوا بعد ال6 شهور أو بعد الشهر ده على باقي القسط، هقدر أستحمل ال200 جنيه ولا لأ؟ هقدر أستحملهم أأجل، وكذلك على الشهرين وعلى ال3 شهور وعلى ال6 شهور، أشوف التكلفة بتاعتي كام أقدر أتحملها ولا لا. حد يقول لي طب ما أنا الدنيا قافلة معايا وأنا مش هقدر أسدد، حضرتك اللي بتحدد كده، من يعني أنت حدد الأول أنت تقدر قد إيه وتتحمل قد إيه، بس تبقى عارف هتتحمل قد إيه عشان لما تيجي بعد 6 شهور تلاقي فيه مبلغ زيادة على ما تبقى من الأصل ما تزعلش أو تتضايق. لازم تبقى عارف المبلغ اللي انت هتتحمله قد ايه، لأن بعد ال6 شهور اللي بعد الشهر أو الشهرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 شهور اللي انت هتأجلهم، المبلغ ده هيتضاف على ما تبقى من القرض، وبالتالي انت هتقدر تستحمل تدفعه ولا لا. طبعا احيانا يقول لك مفيش بديل، ما هذا حضرتك اللي بتقرر كده، انت قرر كده، لو ما لقيتش في اي بديل خلاص توكل على الله واجل على حسب الفتره اللي انت محتاجها. البعض من حضراتكم يقول طب البنوك مش هتطبق، لا حضرتك روح البنك وتواصل مع البنك
وإن شاء الله هتلاقي البنك هيرحب بيك ويأجل لك الأقساط على حسب الشروط اللي أنت عايزها. في النهاية بنشكر حضراتكم، نتمنى أن احنا نكون جاوبنا على تساؤلات القروض متناهية الصغر. نتمنى السلام لينا ولكل دول العالم من فيروس كورونا، ويا رب يحفظنا جميعا. اشتركوا في القناة، فعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكر حضراتكم على دعمكم للقناة، اللي ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل خاصية الجرس بحيث ان هو يقدر يوصل له الفيديوهات. كمان يا ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك.